اليوم الساحة الغنائية المغربية كتفقد هرم من أهرام الأغنية المغربية. إنه المرحوم برحمة الله الأستاذ فتح الله المغاري. ففقدان هذا الرائد أستاذ فتح الله تنكون فقدنا واحد من الرموز ديال الأغنية. فقدنا زجال من أكبر الزجالين اللي كتبوا الأغنية المغربية. فقدنا ملحن من أكبر الملحنين اللي عرف يوظف الأغنية المغربية. فقدنا صوت من الأصوات المتميزة اللي أدى الأغنية المغربية على أتمها وعلى كامل يعني معناها الحقيقي اللي الأغنية المغربية أغزات العالم العربي بفضل رائد من الرواد اللي هو الأستاذ فتح الله المغاري. أستاذ فتح الله المغاري لما كان سمعوا وحنا كمغاربة نداء الحسن فإننا جسمنا يقشعر. ما يمكنش شي حفل من الحفلات الوطنية، ما يمكنش شي مناسبة عائلية أو أي مناسبة في المغرب اللي ما نرددوش فيها نداء الحسن. هذا هو العبقري الأستاذ المرحوم فتح الله المغاري، هو اللي كتب هذه الأغنية اللي بقت مخلدة الاسم دياله واللي كانت من الألحان ديال الأستاذ عبد الله عصامي. فما يمكننا إلا نترحموا على هذا الرجل، وما يمكنش في هذه العجالة أننا نتكلموا على السيرة الذاتية ديال الأستاذ فتح الله المغاري، لأنه خصنا يعني سجلات وخصنا واحد الوقت كبير. وكل ما يمكن لي نقول في هذه العجالة أنه باسم الفنانين كان نعزيو الأسرة دياله الصغيرة، وكان نعزيو جميع الفنانين المغاربة في هذا الفنان اللي غادي يخلد الاسم دياله في تاريخ الأغنية المغربية. تفقد الأب الثاني ديالي بعد الوالد، لأنه كان بالنسبة لي با حضر لي في طريب صداقي، واللي جا من الرباط، واللي كان نغضب مع راجلي نمشي عندو، نتقلق نجي عندو، ماشي خسارة في سيدي ربي. وطبعا فقدته حتى الشعوب العربية، لأن حضر معي في عدة دول عربية، العراق، الجزائر. طبعا أنا عاد ودعتو دابا صعيب عليا نتكلم عليه، ولكن اللي فقدوه بزاف هو الوطن. رجل وطني بكل معنى الكلمة، وشكون اللي ما يعرفش صوت الحسن ينادي، صوت الحسن ينادي، لأن تنودعو تنبوس له راه صوت، تنشوف هاد الوطنية اللي كانت فيه. وهاد وأخيرا مي كيسمع كل شيء تيغنيها تيقول لي صافي اللي بغا تجي الموت تجي، مادام هاد الشيء اللي عطيت لبلادي ما قليل في حقه. يعني واخا عيان تكلمكم على الوطنية ديال فتح الله المغاري، شيء فظيع فظيع ما تقدروش تصوروه، لأن للأسف نهار اللي ولات السوشيال ميديا كنت قصير في حق فتح الله المغاري، كانت قصير كبير بزاف. وهانتوما كتشوفوا دابا هما كيمشيو لنا الرواد، رواد كبار بشامس، علي الحداني، سي العلاج رحمه الله، وعبد القادر الشدي، يعني الرواد كلهم مشاو. كنتمنى من الاخوان الصحفيين، كنتمنى من وزاره الثقافه، كنتمنى من كل الطقم اللي كتهتم بالفن انتم تهتموا شويه بهاد الناس هادو. ما كيطلبوش منكم تهتموا لها ماديا طبعا اللي محتاج طبعا، ولكن فنيا سي فتح الله المغاري رحمه الله كان محتاج يكون عنده. ربما سي محمد يتكلم بعدا. فقالت الاخت لطيفه رأفت اننا فقدنا اب روحي بكل ما في الكلمه من معنى. دائما يؤازر الفنانين، دائما الى جانب الفنانين. فكيف ما قالت الاخت لطيفه انه كان اب ديالها الثاني، كانت تستشيره في كل كبيره وصغيره. وما تنساش الفضل ديالو ولا الفضل ديال فتح الله علينا كاملين، لان في البدايه ديالو اول اغنيه اللي نجحت بها في البدايه ديالها وهي انا في عارك يا يما، عشرة الحباب، بزاف مجموعه من القطاع اللي لحن الاستاذ عبد القادر الرشيدي، ولا اللي لحن الاستاذ مولاي احمد العلوي، ولا مجموعه من فتح الله. كيف قلت لكم قبيله ما يمكنش في واحد العجاله نتكلموا على المسيره ديالو، لان مسار كبير. ولكن ازكي كلام الاخت لطيفه رأفت، وهو رجل كان وطنيا حتى النخاع. وكيف قال انني انا لما الان
المغرب كله يردد نداء الحسن، فإلا بغى تجي الموت غير مرحبا بها. هذه قمة الوطنية. فالله يرحمه ويجد عليه الرحمات، وعزاؤنا واحد للأسرة دياله الصغيرة والجميع المغاربة وجميع الفنانين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم. شكرا لحضوركم. كان هو قاطع الزيارات يعني هذه مدة السنة اللي فاتت ما كانوا الزيارات، لكن التليفون طبعا كان، وأنا من بعد ما جاتني كورونا ولي دائما تخاف عليه، لا على أعز الناس عندي في السن ديالو، فكانت التليفون أكثر. مي هو كان قاطع الزيارات عليه بزاف يعني مدة سنة تقريبا ما كيجي عنده حد. الحمد لله. كيفاش تقبلتي الخبر؟ إيه طبعا حالتي تعطيكم الخبر. صعيب شويه يعني فراق صعيب والموت علينا حق، لكن الانسان انا ما فقدتش غير فنان، انا فقدت اب. كفيني ان العزاء كناخذوا من الناس يعني، هذا هو اهم حاجه عندي، انني كنت عندي مكانه خاصه فتح الله، تيقول لي ربي ما عطانيش ولاد ولكن عندي لطيفه والحمد لله، وشكرا لوجودكم هنايا وسمحوا لي. السؤال الاخير، كتشوفي ان الفنان الرائد من رواد الموسيقى المغربيه ما خداش في الاواني الاخيره حقه من الناحيه الاعلاميه، يعني كتشوفوا له حدود ساعات من الناحيه الاعلاميه؟ مي هو واخد حقه الحمد لله، فنان كبير واخد حقه في البلاد، وكما قال الحاج محمد انه يكفي ان صوت الحسن ينادي كتردد في المغرب كله، وطبعا يعني هذا كيكفي انه موجود في الساحه، ونتمنى ان شاء الله طول العمر الناس اللي باقيين ويخدوا حقهم في الاعلام. ورحم الله ابي فتح الله. غفرنا انا ولاك حبيبي وصديقي، وبالمشفي صديقي حبيبي وخويا في كل خير، لاننا تودينا واحد بالعات الامور وشجلنا قطاع وطنيه ودينيه، ويعني هذاك الرجل خلى بلاصتو بزاف، لانه حبيبي وحبيب حبيب الناس جميعا، ورحمه الله كان رجل ودوع وكان رجل طيب وكان كان فيه الخير، وما شفت فيه الا الخير. هو كان صديقي وتيحبني بزاف وانا تنحبه، والله سبحانه وتعالى يرحمه ويجد عليه الرحمات ويغفر لنا جميعا، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكو ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش